لجنة حكومية نيابية كاشفة هالشيء موضوع خطير، هذا يمس أمن المواطن، يمس غذاء المواطن، يمس متطلبات المواطن اللي هي تعتبر أموال مهدورة ومشاركين بها. يعني نقدر نقول احنا ما نقدر نعمم، اكيد جماعه فاسدين. ما هو ايضا دور اللجنه هي كشفت، ولكن يجب ان تفعل دورها قضائيا، يعني يجب ان تتوجه الى القضاء بالادله الرسميه الدامغه، والقضاء هنا ياخذ دوره ويكون المجتمع العراقي قد امن الى جانب السلطه، لانه هنا جانب فقدان الثقه بين المواطن والسلطة موجود من خلال هذه الألاعيب. شركات بعيدة جداً عن التحاسب الضريبي، وهي تعمل في العراق منذ عقود وليس سنين، وهذا الأمر قد يحدو بالشركات الأخرى إلى التهرب الضريبي، مما قد يؤدي بنا إلى تراجع اقتصادي ونمو اقتصادي بطيء في ظل شركات يعني تمتص أوردة العراق. حياكم الله. أن تغمض عينيك وتفتحها لترى تراب الأرض ورمال الصحراء يتحول لناطحة السحاب، ومشاريع شاهقة كالجبال، مجمعات يكسوها الجمال، وشوارع لا تحدها أي قياسات، جسور تبدأ ولا تنتهي فوق الطرقات والأنهار وأنفاق وقطارات، ومترو يجتاح العاصمة بغداد، ولكنها أضغاث وأحلام، حيث تتحول الإحالات الاستثمارية لامتيازات حزبية، إعفاءات ضريبية بالجملة، وموارد وثروات البلاد تمنح لشركات لا تخصص يحكمها ولا تطوير للواقع يرجى منها. فهل وصل بنا الحال لبيع مقدرات البلاد بأبخس الأثمان والمتاجرة بمصائر الشعب، كالتجارة التي استباحت أموال الفقراء في المرافق والشركات السياحية، مخالفات تجاوزت آلاف الحالات خلال نصف عام فقط؟ فهل سنصل لمرحلة تعطيل القطاع في البلاد بدل تنشيطه، أم أن إجراءات الإغلاق هي أولى خطوات الإصلاح؟ معنا ملفنا الأول لهذا اليوم، رح نفتحه وياكم بناء على ما كشفه نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب ياسر الحسيني حول الإعفاءات الضريبية وبعض الامتيازات الممنوحة لشركات استثمار أجنبية على حساب الشركات المحلية. تواصلنا وياه حتى يكون ضيفنا لهذه الليلة، لكنه اعتذر بسبب سفره لغرض علاج والدته، نتمنى لها الشفاء. ووصلتنا منا هذه البصمة الصوتية، خلونا نسمعها ونفتح ملفنا بها لنتابع. كثير من هذه الشركات التي يحال لها المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المهمة والمشاريع التي فيها جنبة مالية عالية، هي لشركات ظل لجهات سياسية محددة بعينها ومتمثلة بالحكومة. وللأسف كثير من الشركات ما لاحظناه من قبل سفر سيد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن وحال سفره إلى واشنطن وبعد ذلك، كل هذه العقود التي وقعت في هذه الفترات وغيرها ومستمرة هي عقود لشركات سياسية، يكون هنالك حقيقة إحالة للمشاريع بالطريقة المباشرة وخلافا ل التعليمات التي تنص فيما يخص إبرام المنافسة ما بينها وبين الشركات الأخرى التي تتنافس على الجودة وعلى أقل الأسعار وأفضل نوعيات العمل وغيرها من هذه الأمور. وكثير ما نشاهد هنالك عقود مشاركة تبرم حقيقة بطريقة التشغيل المشترك بين القطاع الخاص والعام، تبرم وتكون النسب أعلى للجانب الأهلي للشركات الأهلية،
وعلى هذا الأساس تبرم هذه العقود ولسنين طويلة وبدون العودة إلى الجدوى الاقتصادية من هذه العقود والجدوى الفنية وأقيام المشاريع التي تنفذها هذه الشركات. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد عبد ربه، حياك الله. حياك الله ست ربي. أستاذ أحمد، سمعت ما تفضل بسيادة النائب ياسر الحسيني عن عقود واستثمارات تمنح بالجملة لشركات مو ذات تخصص، شنو رأي حضرتك؟ بالبداية تحية لكم ولجمهوركم الكريم ولقناتكم الموقرة. هذا الموضوع مو جديد، يعني احنا كمراقبين للملف الاقتصادي اعتقد صار لسنوات موضوع الإعفاءات الجمركية هو باب كبير من أبواب الفساد. اليوم الكثير من الشركات بدأت تستغل هذا الموضوع، سواء كانت شركات حقيقية أو شركات وهمية على مدى الحكومات السابقة. يعني احنا ما نحكي بحكومة السيد السوداني، يعني في الحكومات اللي سبقها بدأت هذه الشركات تستغل موضوع الإعفاءات الجمركية بشكل بشع. يعني اليوم مثلا طن الحديد عليه ضريبة فد نسبة معينة، فبدأ أبو المشروع يدخل طن الحديد أو يدخل الحديد بدون ضريبة وينزله بالسوق لصالح جهات أخرى ويستفاد. أول قضية هذا راح يغرق السوق بالمواد غير المعفاة، والقضية الثانية والأهم يحرم موازنة الدولة والموازنة العامة من إيراد ممكن يروح، هذا يغذي الموازنة يصير جزء من العجز المالي. حضرتك تطرقت قلت كل الحكومات وهذا باب من أبواب الفساد، ما الحكومة الحالية كانت داعمة لمحاربة الفساد ومكافحته، على أي أساس تنطي هذه الشركات الاستثمارية إعفاءات ضريبية بالجملة؟ هسه مدى صحة هذه المعلومة؟ لا هذه من سيادة نائب بلي. هذا نائب متخصص في البرلمان في القبة التشريعية ومتخصص لهذه الحالة، ومنع أنه يعالج والدته وهو خارج العراق. بلي، إحنا اليوم ما ممكن أنه نتحدث يعني عن موضوع حديث اللي عنده ملف أو شيء، مع احترامه للإعلام يفترض الذهاب للقضاء. اليوم أنا من أشوف أكو فد خروقات أو إعفاءات بصورة غير قانونية ممكن أنه ألجأ للقضاء. فأني يعني أدعو النائب وأدعو أي أحد عنده وثيقة تدل على أنه أكو إعفاءات غير قانونية وتمنح لشركات وممكن هذه الشركات تستغل هذه الإعفاءات، يفترض الذهاب إلى باب القضاء. القضاء فاتح بابه وقضاءنا عادل وحقق بالكثير من القضايا وكانت التحقيقات نزيهة. بس أنتي هسه سأليني إنه ماكو هاي الحالة، أنا أقولش موجودة 100% حتى بهذه الحكومة. هسه أنا مدى إنه موجودة بهاي الحكومة أو ما، يعني أنت عارفين هاي القضية يحتاج لها دليل. أنا متأكد بس ما عندي دليل على إنه هي موجودة أو ما موجودة. وجهة نظر اقتصادية أستاذ أحمد، يعني أنت تشوف أسعار الحديد وأسعار المواد الاستثمارية في تصاعد في نزول، لك خبير اقتصادي دعك هسه من الرئيس السياسي. احنا اليوم ستشوفي اكو شركات دا تشتغل صح، احنا من نكيل التهم بشكل كامل على الشركات وهاي اكرر لك السؤال بغير صيغه، شنو هي الشركات اللي انت عندك شك بيها كخبير اقتصادي؟ انا ما يعني كاسم تعرفين، يعني احنا ما ممكن نطرح اسماء باعتبار انه هذا ممكن لا تطرح لي اسماء، اقول لي اكو شركات لو ما طبعا موجود هذا الشغل موجود حتى في هذا الشغل مو جديد. هسه ممكن هذه الشركات محصله على اعفاءات في زمن الحكومات السابقه ومستغله. شقد نسبه الاعفاء؟ 100% اعفاءات 100% ما ينطي ضريبه. هو مشروع استثماري اي شيء دخله من برا اعفاء جمرك 100% بالنسبه له. هي هنا القضية المهمة. في العام الماضي رئيس الحكومة السيد السوداني اجتمع مع يعني جهاز الدولة أو الناس المعنيين بموضوع الإعفاءات وطالبهم بإعادة النظر بموضوع الإعفاءات، لكن لغاية الآن ما شفنا اكو فد يعني اكو نتائج لهذا الاجتماع. يعني نحتاج انه من الحكومة ان تكون جادة بموضوع هذه الإعفاءات، لأن اغلب هذه الإعفاءات انا من وجهة نظري تستغل يعني لغير المشروع اللي هي انفتحت فيه. فيما يتعلق بالشركات السابقة اللي قلت هي استثمرت بشكل بشع في العراق، الحكومة ليش ما تحاسب؟ هسه مشاريع متلكئة، فساد واصل 100% بحسب بعض النواب وبعض المراقبين الاقتصاديين، وين الحكومة عن محاسبة هذه الشركات؟ يعني شوفي هذه الشركات عندها أذرع، يعني اليوم المال هو من يكون أكو مال عند
يعني كشركة، فهيكون عندها أذرع، وهذه أذرعها يمكن تكون هي تحميها من المحاسبة القانونية. موضوع هذه موضوع الإحفاءات أنا من وجهة نظري تأثر بشكل كبير حتى على المنتج المحلي. أنت اليوم من الطبوب لطن الحديد، هو ليش هو هي فرض الإحفاء، هو شنو الغاية من أنه أنا أخلي ضريبة على المنتج اللي داخل؟ الغاية الأولى أول شيء أحقق إيراد لخزينة الدولة، والقضية الثانية أدعم المنتج المحلي مالتي. يعني من المنتج المحلي للحديد والصلب وهذه الأمور عليها ضريبة؟ المنتج المحلي بالعكس، اليوم إحنا مع شديد الأسف ما عندنا يعني الدعم الحكومي للقطاع الصناعي. أنا أشوفه دعم لغاية الآن دعم قليل جداً مقارنة بالدعم الذي يوفر للتجار. هسا المستثمر اللي يريد يجي، مستثمر محلي، مستثمر عراقي ابن البلد، تفرض عليه ضريبة لو لا؟ طبعا تفرض عليه ضريبة. لعد ليش الأجنبي ما تفرض عليه؟ هسا هاي القضية، هو هم الأجنبي هم تفرض. هسا احنا راح نحكي على الضريبة ولا على الإعفاءات؟ لا هسا احكي لي عن الضريبة حتى بعدين نيجي. هو يفترض حتى الأجنبي من يدخل يشتغل لازم 50% يكون عراقي وياه. يعني أنا شوف ست، احنا مو ضد انه الاستثمارات تجي، كل بلد يعني يرحب بهذه الاستثمارات ويوفر لها دعم، لكن بنفس الوقت يفترض ان ندعم استثماراتنا الداخليه. يعني احنا اليوم هذه الفلوس اللي نحققها هذول المستثمرين وين راح يودون الفلوس؟ راح يودوها بالمصارف، راح تسوي سيوله، راح تمنح على شكل قروض. اذا خلي بالبدايه ندعم مستثمرينا، بعدين ادعم المستثمر الخارجي. الحكومه دعمت المستثمرين المحليين؟ يعني هو اكو عوامل دعم، لكن لغايه الان لا يعني مو بالمستوى المطلوب. يعني احمد اجوبتك مطاطيه للغايه، دعمت المستثمر المحلي لو ما دعمته؟ حتى نفهم حتى من هذه النقطه تكون منطلق للاسئله المقبله، دعمت المستثمر؟ اكو دعم، لكن الدعم ليس بالمستوى المطلوب. بس انا اذا اقول لك اصلا ما داعم المستثمر فممكن اظلم الحكومه، واذا اقول لك دعمته وفتحت الابواب الى لا، اكو دعم، لكن هذا الدعم اللي دا يصير للمستثمر المحلي ليست بالمستوى المطلوب. يعني مو دعم نقدر نقول بمستوى الازمه الاقتصاديه الموجوده. وين المشكله؟ المشكله ما عندنا قوانين تحمي المستثمر والدعمه، لو المشكله من الحكومه، لو المشكله اكو جهات سياسيه متنفذه مسيطرة على الساحة. هذا بالدرجة الأساس اللي قلتي، أكو جهات سياسية متنفذة طبعا، والقضية الأهم أنه ما عندنا إرادة سياسية نحو الإصلاح الاقتصادي. اليوم الإصلاح الاقتصادي يحتاج لإرادة قوية. إحنا من راح ندعم المنتج المحلي هو مو لأن أني أريد دعمه أريد يربح أو أريد أزود فلوسه، لا بالعكس، أنا أريد أدعمه لأن أنا اليوم هذا من راح يفتح مصنع بالبلد، هذا إيش راح يسوي؟ راح يشغل ناس، بالنهاية أنا راح أقلل من معدلات البطالة، هذا راح يقلل من استيرادات السلعة. يعني هسه اليوم خلي ننتج أي منتج محلي، خلي ننتج مثلا منتج طبيعي، غلاس أو استكان أو أي شيء ممكن، هذا راح أنا بعد ما أستورده العملة الصعبة راح تبقى عندي بالبلد. زين أريد أفهم منك شو علي الإصلاح الاقتصادي بالإرادة السياسية؟ طبعاً مو رئيس وزراء يتحمل المسؤولية من الألف بالياء باتخاذ القرارات؟ هو شوفي ست، احنا اليوم الاصلاح الاقتصادي وين يصير؟ يصير على ايدي السياسيين، لان هم اللي بيدهم القرار. انت اليوم وضح لي اياها، شنو هم بيدهم؟ يعني هسه لازم اليوم منو انا اسوي مثلا اليوم؟ لا مو انت، مثلا اجيب الكتل السياسيه هسه اقول لهم يابا تعالوا انطوا هذا العقد لهذه الشركه الاستثماريه؟ لا لا، احنا ما شوفي، احنا ما نسولف بجزئيات بسيطه. لا عشان الرؤيه الاقتصاديه هي رؤيه خطه، يعني خطة ممكن تعد لعشر سنوات مقبلة، انه اني من بعد عشر سنوات وين رايح؟ هل انه ابقى معتمد على النفط؟ هل انه اني ابقى الزراعة والصناعة مهملة؟ هل انه اني لغاية الان السوق متوقف؟ فاذا يعني هذه خطة بعيدة. بقت هاي موضوع اللي قلتيه العقود وهاي الامور. طبعا العقود تحكمها قوانين. هسا مع خلافنا مع يعني ملاحظاتنا على هذه القوانين، لكن نتمسك بها باعتبارها انه مواد قانونيه. ماني بدي اتمسك بها، هذه القوانين تصير اكو اعفاءات ضريبيه للاستثمارات الاجنبيه بنسبه 2% استاذ. هذه القوانين، شوفي خلي اجيش، هذه القوانين من احنا راح نتمسك بها شنو اللي راح يصير؟
انه تحدنا تسوينا فد خارطه حتى اذا كانت قوانين قديمه، طبعا احنا ندعو الى تعديلها، لكن بالنهايه يفترض ان تكون هذه العقود مو خلافا للقانون. احنا اليوم من نخلي هذه العقود خلافا للقوانين راح تسبب لنا ازمه، راح تكون منفذ وثغره لدخول الفساد المالي والاداري. يعني هسه احنا ازمتنا تشريعيه، البلد يحتاج الى ثوره من وجهه نظري يعني. ثوره بالتشريع، نحتاج قوانين، اكو قوانين قديمه يفترض انه نعدلها. بموضوع التنفيذ، بموضوع الرقابه، رقابه مهمه جدا اليوم. اليوم انا مهما تكون الحكومه هي تتحمل الجزء الاكبر، لكن اكو يعني يفترض ان يعني اكو اشياء على البرلمان انه يسويها، والبرلمان لحد الان صار لهم اكثر من سنه ما حاسمين موضوع رئيس البرلمان لغايه الان. هسه الموضوع نتحدث احنا، اذا من يراقب المسؤول؟ هسه المسؤول يحتاج لتصحيح، لو احنا نحتاج تصحيح، الوضع كله فوضى ويسار. هو ست المشكله بالنظام السياسي، نظامنا السياسي معطل ومعرقل لكل عمليات التنميه. زين، اسمح لي ان عندنا تصريح وبصمه صوتيه ايضا للنائب ياسر الحسيني، تتحدث عن احاله مشاريع استثمار الموارد الطبيعيه وبيعها باسعار رمزيه جدا، خلينا نسمعها ونرجع نعلق. خير دليل على بعض احاله بعض المشاريع هو ملاحظاتنا الكبيره على إحالة مشاريع استثمار الموارد الطبيعية العراقية التي تتكون من عشرات الملايين من الأطنان للكبريت ومليارات الأطنان من الفوسفات، والحكومة عازمة وماضية بلا حسيب ولا رقيب، ماضية بالتعاقدات لإعطاء هذه الثروات الأجيال وخيرات البلد بأرخص الأثمان وأبخس الأثمان ب5 دولار أو 7 دولار للطن الواحد لشركات غير اختصاص، شركات تأجير سيارات وشركات صناعات التجهيزات الغذائية، تعطى حقول الكبريت وحقول الفوسفات. هذه المشاريع الكارثية من يقف وراءها إلا الفساد والفاسدون حقيقة، لا زالوا يمتهنون هذه المهنة التي هي إحالة هذه المشاريع بلا جدوى اقتصادية. إذن أستاذ أحمد، طن الفوسفات ب5 دولار وطن الكبريت ب7 دولار، هذا ما صرح به النائب ياسر الحسيني، شنو تعليقه؟ هذا كلام خطير جدا. يعني احنا كمختصين وكمراقبين نشوف هذا كلام خطير. اليوم هذه التسعيرة، من وضع هذه التسعيرة؟ حكومة وضعتها، الشركات؟ يعني إذا كان أكو خلل فيفترض حتى القضاء أنه يتدخل، يعني بهذه القضية وبهذه التصريحات يفترض الادعاء العام يتدخل، يدزون على هذا النائب، تعال يابا أنت هذه معلوماتك، شنو صحة هذه المعلومات؟ فهذه ملف خطير، يفترض على الحكومة أن تحقق بهذا الملف، على القضاء أن يحقق، على لجنة النزاهة. اليوم عندنا ما شاء الله واي أكو لجان رقابية ولجان تنفيذية، البرلمان هي هذه النقطة، عندك البرلمان واللجان الرقابية مفعلة، جاي يشوف لم لغاية الآن لم تأخذ دورها بالشكل الصحيح من وجهة نظري، يحتاج لها إلى شغل قوي. هواي أكو أشياء مرت وشكلوا لجان لكن لغاية الآن لم تصل إلى نتائج أو إلى حل، يعني يفترض تفعيل هذه الأشياء. وهذا موضوع خطر جدا، لأن الفاسد من يشوف ماكو رقابة وماكو ناس مخلية يعني مسلطة الضوء على الأشياء، فيستغل هذا الموضوع ويلقى ثغرات وممكن يستغل المال العام. من المنطقي منع شركات تأجير سيارات وشركات للمواد الغذائية فوسفات وكبريت حسب تصريحات النائب؟ يعني هو يفترض أن تمنح هذه المواد لشركات واختصاص، يعني اليوم شركات تأجير السيارات كيف يمكن أن تمنح الفوسفات؟ يعني حتى طبيعة عملها، هي الشركة اليوم منتجة تريد تسجل بمسجل الشركات كمعلومات أبجدية نعرفها كلها. يفترض أنه أنت تعال يابا تريد تسجل بمسجل الشركات، شنو اختصاصك؟ اختصاص سياحة، فما ممكن أنت تشتغل بالتجارة، أو اختصاصي مقاولات، فيعني هذا يعني يعتبر من البداية أكو مخالفة.
فهذا القضية أكو مخالفة لو أكو إنا بالموضوع، ربما هذه الشركة تسجل باسم مواد غذائية لكن هي لها أذرع وشغل عميق. هسه هاي هاي القضية سيت، إحنا مو قلت لك يعني أنا ما عندي معلومات دقيقة عن ما يقول ما يكشف عنه النائب. صار سابقا طبعا فساد عندنا، قلت لك صار 20 سنة الفساد ناخرنا ناخر الاقتصاد من هذا الصوب طالع من ذاك الصوب، يعني ابد انا الفساد. ابد ما استغرب ما يقال ما يقال، هذا يفترض اليوم حتى على رئاسة البرلمان. شنو رسالتك سيادة النائب في حال صحت ما المعلومات التي تفضلت؟ يلجأ الى القضاء، لازم يلجأ للقضاء ويلجأ للجهات القطاعية قبل ما انه ألجأ للقضاء. اليوم مثلا هاي تابعة لوزارة الصناعة، هذا الموضوع تابع لوزارة الصناعة، يا بعدكم هاي المخالفات، شنو ردكم على هذه المخالفات؟ بينوا لك وقنعوك انه لان هو اليوم يمثل الشعب، هو سلطه رقابيه وسلطه تشريعيه الى اليد الطولى في كل الوزارات وفي كل دوائر الدوله. اليوم اكو مخالفات في فلان عقود، الجا للجهه القطاعيه، هاي المخالفات وراها ما شفت اكو نتيجه، الجا للنزاهه، ورا النزاهه ممكن الجا للقضاء. طبعا هو طرح هذه المواضيع بالاعلام، هو هم جزء من يعني من الضغط، من الضغط على هذه يعني اليوم. لكن معقولة نائب يطلع يصرح ببصمة صوتية ويعتذر لأنه هو خارج العراق بسبب مرض والدته الله يشفيها وهو ما عنده أدلة؟ يعني هل من الممكن؟ يعني اليوم احنا يجب أن نتحرك على هذه الملفات. ورد أسألك سؤال آخر وصريح، إيش قد نخر الفساد وباق من خيرات العراق للأجيال المقبلة؟ هو شنو باق حتى يعني لا شك انه كل العراقيين، شوف خلي اجاوبك على السؤال الاول بعدين اجي للسؤال الثاني. طبعا اذا عنده وثائق خليه يطلعها للاعلام، واذا ما يريد يطلعها للاعلام يوديها للقضاء اذا اكو شغلات خطيره، لان هاي تمس قوت المواطنين. هاي واحد. القضيه الثانيه، طبعا الفساد هو معطل ومعرقل لكل عمليات التنميه، واني اخشى من ظهور جيل جديد من الفاسدين. هذا الجيل الجديد من الفاسدين هذا راح يكون اكثر ذكاء من ذول الفاسدين الحاليين، انه انت كل ما الوقت يمشي راح يجوك فاسدين بعد اذكى، يعني بصعوبه تكتشفيه اليوم مع هذا التطور ومع هذا. فاي موضوع يفترض ان يعني خلي هذه اموال الشعب، خلي نزرع الوطنيه بقلوب الموظف، في قلب المواطن، في قلب اي واحد. يعني هذه اموال أحمد الشعب. هل من المنطقي انت تقول له انا ازرع لك وطنيه وهو بايق مليار؟ راح يعني راح يفكر بالمنطقية لو بالمليار. هذا البايق مليار هذا ذبه بالسجن، هذا انتهى موضوعه. كم واحد بايق مليار انذب بالسجن بصراحة؟ والله ما عندي إحصائية. يعني أكو واحد بايق مليار طبعا انذب بالسجن؟ يعني هو أكو ناس راحوا للسجن وأكو ناس ما راحوا للسجن، قدروا يخلصون. أيهما أكثر؟ طبعا اللي خلصوا أكثر، اللي راحوا للسجن أكثر. لكن إحنا شوفي، هي المشكلة ست، هي المشكلة إحنا اليوم، أنا ليش أرجع لك للنظام السياسي؟ احنا لو كان عندنا نظام سياسي يحقق بشكل كبير بهذه المواضيع لكن انه ما قلت. اليوم احنا من ماكو محاسبه للفاسدين راح نوقع باخطاء اكثر، بعد راح يجونا فاسدين اكثر، راح نفتح الباب يعني لناس فاسده اكثر. لو صحت هذه المعلومات ومنحت الفوسفات والكبريت لشركه السيارات وشركه مواد غذائيه بحسب تصريحات النائب، كارثه ايش هاي؟ كارثه كبيره طبعا، لان احنا اليوم هاي الاموال يعني اموال، اول شيء اموال الشعب، وهاي امانه سواء كانت الحكومه او البرلمان، هاي امانه اليوم بعناقهم. احنا اليوم من انتخبنا البرلمان النواب هم يمثلوننا، غير يفترض ان يكونون امناء بهذه الاشياء وامناء بالرقابه. يعني اذا شافوا خلل لدى وزير معين، لدى مدير عام معين، يفترض محاسبته بشكل، وما اخشى من عنده. انا اليوم نائب شنو اخشى؟ مهما يكون هذا سواء كان في حزب معين او في كتله معينه، ما اخشى من هذا فاسد وعندي وثيقه عليه. سيدنا رد اسالك، قانون عندنا وموارد طبيعيه عندنا وقبه تشريعيه عندنا ومسؤول عندنا، وعندنا حكومه من الصبح لليل تحكي بمكافحه الفساد، ليش ما قلت نسبه الفساد في العراق؟ هي مع شديد الاسف يعني اليوم حتى اغلب التقارير الدوليه اللي تتحدث، يعني تتحدث انه العراق في مرتبه متقدمه من الفساد. طبعا هو الفساد ينقسم الى قسمين، الرشوه اللي هاي ياخذوها الموظفين، والفساد فساد يعني الفساد الكبير نقدر نسميه. هذا الرشوه بسيطه، هاي سهل السيطره عليها، بس عندك هذا الفساد الكبير اللي بالمليارات. يعني احنا
احنا هاي الطامه الكبرى اللي يفترض انه نحقق بيها، يعني يفترض ان يكون هنالك ضغط من البرلمان، من السلطات القضائيه، من النزاهه، من حتى الشعب. يفترض ان يكون هنالك ضغط شعبي لتقليل، لان بالنهايه تاخير معدلات التنميه وضعف التنميه هو بسبب هذا الفساد الكبير. كم حوت من حيتان الفساد مسيطر على الوضع الاقتصادي في العراق؟ كم حوت؟ وهي انا اخو ما عندي احصائيه. ما عندك؟ بس يعني عندك اكيد هسه رقم تقريبي. طبعا يعني هواي، يعني هواي اكو ناس عندهم فساد واكو اختلاسات كبيره باموال العراقيين، وبنفس الوقت ما تم التحقيق معهم بشكل صحيح. لا من هذه الحكومه ولا من الحكومات. حتى موضوع صفقه القرن، شنو اللي افتهمناه هسه احنا؟ شو احنا نسمع بنور زهير واخذوا منا العقارات وبعدين رجعوا للعقارات؟ زهير وين من المعادله؟ هسه انا اريد اسال سؤال، يعني شنو النتائج اللي ظهرت عن صفقه القرن؟ شنو اللي قدرنا نوصل له؟ احنا خليهم يشتغلون، القضاء ده يشتغل والنزاهه، ما نريد انه نكون يعني نكون سلبيين او نكون مشككين بعملهم، ونتمنى انه تصدر يعني تصدر نتائج. هذه النتائج ممكن هاي بالنهايه اموال العراقيين، يعني هو مو مالي او يعني مال الشعب هذا. فيفترض انه يكون التحقيق بمستوى، يفترض انه يوفر حمايه كامله للناس اللي يتحقق، لان انت تدرين اليوم هذا اللي يحقق او سواء كان بالبرلمان او بالقضاء او هذا هم راح يتعرض لضغوط. من الاقتصاد العراقي في كل هذه الاستثمارات وبناء الطرق والجسور وكل هذه الامور والمجمعات السكنيه، في تقدم لو في تراجع؟ شوفي ست، احنا اليوم الاقتصاد العراقي اكو اخطاء كبيره لغايه الان ما قدرنا نتخلص منها. شنو هي؟ يعني صار لنا اكثر من 20 سنه احنا نبيع نفط ونطي رواتب، نبيع نفط ما فكرنا انه هذا النفط ممكن يجي يوم يصير النفط دولار، يصير دولار، يعني مثل ما الفحم، الفحم قبل 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 يعني قبل 60 سنه او 70 سنه كان الفحم هو حروب عالميه تكون على الحم، هسه الفحم منه بحاله بعد. اجى النفط، زين احنا ما نفكر انه هذا النفط ممكن بعد فد كم سنه ما حد ممكن العالم يكتشف طاقه بديله، واكو طاقه بديله اليوم، بدات السيارات تشتغل بالكهرباء، يعني هواي اكو طاقات بديله، زين احنا وين بدنا نروح؟ وين بدنا نفكر؟ شلون هاي عندنا موظفين اكثر من 7 ملايين مواطن بين يستلم اعانه وبين موظف وبين متقاعد، اذا نزل برميل النفط هذول من راح نعطيهم رواتب؟ فالموضوع خطر جدا، بس انا مع شديد الاسف ما حد منتبه له لحد الان. نعم، شكرا جزيلا للخبير الاقتصادي الاستاذ احمد عبد ربه، شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي حضرتك تفضلت بها. ملفنا الثاني راح يكون عن اغلاق 997 مرفق سياحي و159 شركه مخالفة خلال النصف الأول فقط من العام الحالي، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. تنفذ وزارة الداخلية بمشاركة الأمن السياحي حملة إغلاق 997 مرفقا سياحيا مخالفا، فضلا عن إغلاق 159 شركة سياحية التي تمارس نشاطها السياحي بعيدا عن القوانين التي وضعتها هيئة السياحة ومن دون استحصال الموافقات الرسمية لمزاولة المهنة. السياحة نهر من ذهب، ولكن أن تكون السياحة خارج الضوابط هذا شيء مخالف للقانون، وبعدين لها سلبيات ومردودات غير إيجابية لا على المجتمع ولا على أخلاقه ولا حتى المتاجرة بدخول أناس ليس لهم إقامة بالعراق أو ما مراقبين أو ما مسجلين. فإذا ما قامت به الجهات الأمنية شيء رائع وقوي، ونحن نشد على جهاتنا الأمنية أن تراقب كل شيء ما مسجل وما مجاز وغير رسمي. مواطنون أشادوا بهذه الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لتلك الشركات تمثل خطوة جيدة وستساهم بتحجيم ظاهرة احتيال بعض الشركات التي تستغل الطلب على السفر في موسم الصيف من خلال تقديم عروضها الوهمية ليقع المواطن البسيط ضحية الاحتيال. أكيد إحنا نشيد وبقوة إلى وزارة السياحة اللي سوت هذا الموقع في سبيل أنه جميع السياح اللي يجون يدخلون على هذا الموقع للوصول إلى 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 الشركات الرصينة اللي ممكن يتعاملون معها على مود أنه يوصلون صورة حقيقية للسائح أنه العراق بأمن وأمان وبلد ممكن يرحب بجميع السياح مثل أي دولة ثانية. وهذه أيضا إحنا نتمنى أنه
تكون ضرب بيد من حديد على الشركات الوهمية اللي موجودة، لأن هذا لها تأثير قوي بنقل صورة سيئة وغير صحيحة عن بلدنا عن العراق الحبيب. هيئة السياحة تنشر أسماء الشركات المسجلة على موقعها الرسمية لتأكد المواطنين من رصانة تلك الشركات بغية التعامل معها، وتحذر من التعامل مع أي شركة غير مسجلة لديها. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع نائب رئيس نقابة السياحين العراقيين الأستاذ خالد الربيعي. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ خالد. أردك تفهمني 997 مرفق سياحي و 159 شركة كلهن انغلقن، شنو أسباب الغلق؟ هو أولا يعني هيئة السياحة ماضية بإغلاق المزيد يعني حقيقة. أغلب هذه المرافق يعني حسب ما نوهنا في لقاء سابق أنه كانت تميل إلى النوادي الليلية وصالات القمار وأمور كثيرة مخالفة حقيقة. لا تتصورين اليوم الهيئة قادرة على إغلاق أي مرفق سياحي خارج الضوابط. تلك المرافق السياحية خصوصا المطاعم في بغداد بالذات كان لديها الكثير من المخالفات بكم هائل وكبير. وسبق وأن تحدثنا أنه كان بعضها يمارس أشياء ما ممنوحة إلا بالإجازة رسميا. مثل شنو هذه المخالفة؟ إحنا قلنا من ضمنها كان وجود الخمور، صالات الرقص والملاهي والديسكو وأيضا صالات القمار وغيرها، كثير من الأمور خصوصا صالات الروليت اللي صارت بالأفرع، يعني مطاعم ما تصلح أن تكون حتى وإن منحت إجازة ما تصلح أن تكون يعني أماكن للصالات، بل تعدت انه ظلت تتاثر بالاقتصاد العراقي، بل حتى على قرار بعض السياسات في الدوله العراقيه. اصحاب هؤلاء الاموال وغسيل الاموال اتجهوا اتجاه كبير جدا بحيث يعني عطلوا كثير من الامور، وكانت لهم السلطه من حيث فرض الراي. 997 مرفق هذني مسجلات لدى الحكومه، وان كانت رسمية مسجله فهي مخالفه ومنحت. يعني شوف احنا سبق وان نوهنا انه هيئه السياحه بقوانين منح الاجازه باقي على قوانين النظام السابق اللي يجب ان يعدل حقيقه. وفق قانون الحمله الايمانيه اللي اطلقها رئيس النظام السابق. هذا الامر يمنع اي خمور تنزل في الاماكن العامه مهما كانت درجتها وتصنيفها. ايضا يمنع افتتاح الملاهي بكل صفه. اللي صار انه بعض المطاعم هو عنده إجازة مطعم لكن أرفقها بالخمور وأيضا أرفقها بالملاهي الليلية، هذا تحايل على القانون كان. وأنا سبق وأن راجعت يعني كثير من المختصين في هيئة السياحة فوجدت كم من الشكاوي هائلة ومخالفات كلش كبيرة كانت يعني عظيمة جدا. وصل بها الحال إلى تجارة. يعني هو يفتح مطعم لكن بالحقيقة هو نادي ليلي. نادي ليلي. مطعم غطاء. وصالات روليت وغازينوهات وأيضا حتى المطاعم ظلت تمنح إباحة بيع الخمور وهذا ممنوع طبعا من قوانين الدولة. زين شنو معايير هيئة السياحة ووزارة الداخلية؟ شنو ضوابطها؟ شنو تعاونكم؟ شنو تنسيقكم؟ شوفي اليوم خصوصا بعد 1/7 وقبل 1/7، 1/7 انطلقت حمله كبيره من ضمنها المخالفين بشتى انواع المخالفات. قبل 1/7 كانت اكو حمله، لكن من 1/7 ل1/9 راح تكون يعني شبه التحذيرات الاخيره واللي راح تكون اشد وراح تغلق مرافق اكثر، لان عديد من المرافق متهربه ضريبيا تمارس ادوار غير ادوارها، خصوصا الشركات السياحيه. يعني اكو طامه كبرى بالشركات السياحيه، مثلا منحت اجازه لمكتب حج وعمره هذا دا يمارس دور السياحه، دا يبيع بطاقات سفر وسياحه وجروبات سياحيه، ودا ينصب عليهم خصوصا في كردستان وايران. هي المشكلة اعلانات مموله على مواقع التواصل الاجتماعي للحج وللعمره، يقدم فلوسه ويكمل كل شيء تطلع شركه. بالضبط، حتى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم باتت تحت المراقبه وشكلت حقيقه لجنه كبيره من وزاره الداخليه، الاستخبارات، الامن الوطني، وكذلك الامن السياحي، يتابعون كل شارده وارده. وحقيقه اكو امور يعني انا بالنسبه لي
امثل نقابه ما امثل هيئه، بس انا على اطلاع بما تقوم به الهيئه، خصوصا دارت المجامع السياحيه برئاسه الاستاذ مهدي غضبان، يعني دي يقومون بجهد جبار في سبيل يعني استحقاق الحقوق في الشكاوى اللي قدمت للمخالفين والنصابين. تصير ستة، انا اعذر شوي بس هنا اخذ وقت، تصير عمليه نصب واحتيال واعتداءات على المسافرين والسواح في كردستان من قبل اصحاب الشركات، واخذ حقوقهم واعطاء شغلات ما موعدينهم. يعني انا موعدك في فندق 4 نجوم اجي القاه نجمه وتعبان، وحتى تصير بامور يعني يروحون المفروض مكان راقي مرتب يقوم به، حتى امور تميل الى الدعاره وغيرها وغير تفاصيل. السائح ده يتفاجئ بامور مو صحيحه، بل حتى انه اكو بعض اصحاب الشركات اعتدوا على هالمواطنات، يعني السائحات يعتدون عليهم ويساومون وكل شيء اكو. يعني هي رايحه ويا سياحه او الشركه يعتدي عليها؟ اعتداء وشكاوى بالجمله موجوده. انا قلت لك اداره المجامع السياحه تعاملت حقيقه مهنيه جدا عاليه، وانا من خلال منبركم اشكرهم وحقيقه. نعم. يعني هي في السابقه كلش راقيه، واتمنى ان يستمرون. هذا الامر اللي دا يصير اليوم امر كلش محترم وكلش بجانب ايجابي. نعم. رغم ما ينظر للبعض انه اغلاق مرفق سياحي، وين تم اغلاق المرفق السياحي؟ خلينا نغلق ولا مخالف. اسمح لي ان ارحب بمؤيد هيثم مدير عام دائره التفتيش والمتابعه في هيئه السياحه، حياك الله استاذ مؤيد. أستاذ مؤيد، 3749 متهم بقضايا إرهابية وجنائية تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن السياحي، ممكن أعرف منو هذولا وليش تم إلقاء القبض عليهم؟ جد العدد؟ نعم، 3749 متهم بقضايا إرهابية وجنائية تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن السياحي، منو هذولا وشنو تهمهم؟ طبعا أنا سعيد اليوم معاكم بهذا المكالمة، وأحب أن أبين طبعا بالنسبة للأمن السياحي له دور كبير لا يخفى، دور كبير بمساندة هيئة السياحة بجميع الإجراءات المتخذة وفق ما يكون من مخالفات موجودة لدى المرافق السياحية. أستاذ مؤيد تسمعني؟ أستاذ مؤيد أعتذر ولكن صوتك انقطع، ممكن تغير مكان حضرتك حتى أسمعك بشكل أوضح؟ يعني أنا هذا أي حياك الله، حياك الله، الآن صوتك واضح، كمل الفكرة لو سمحت. العدد اللي ذكر، العدد اللي ذكر هسه أنا ما أعرف هذا العدد اللي ذكر، ولكن بالحقيقة هنالك كثير من المخالفين لقرار 82، قد يكون احد المرافق السياحيه هو مخالف لقرار 82 واحنا نجي نلقى به مخالفين فد 100 150 شخص. فمن الطبيعي جدا ما ذكر من عدد قد يكون هو عدد حقيقي ومثبت لدى الامن السياحي. بالمعتاد هذا ما يكون بالمرافق السياحية المخالفة لهذا القرار. اليوم احنا اللي مخالفين لقرار 82 تم تشكيل لجنة وبإشراف مكتب دولة الرئيس وعضويتنا وعضوية الأمن السياحي، وتم غلقهم، والعدد ممكن أنا أن أثبت العدد تقريبا 82 مرفق تم غلقهم. أي أستاذ مؤيد، الأرقام اللي انذكرت في حلقة اليوم هي عن طريق المتحدث باسم وزارة الداخلية عبر صفحته الشخصية، يعني هي أرقام حقيقية، و 3749 متهم بقضايا إرهابية وجنائية، والمرافق 997 مرفق سياحي و 159 شركة. هذه الارقام من وزاره الداخليه مو من يمين. قبل قليل يعني انا احب اوضح لك، اي تفضل، احب اوضح لجنابك بالنسبه لعدد المرافق ال 997، عدد المرافق الكليه في بغداد، العاصمه بغداد، هو 1044 مرفق سياحي، كل العاصمه بغداد عدد المرافق السياحيه. ما بعد الشهر الثالث من كل عام يبدأ هيئة السياحة بإصدار عقوبات وفق المادة 17 من القانون اللي هي الإنذار والغرامة ومن ثم الغلق.
حجم المخالفات اللي ذكر للمرافق السياحية عددهم 997، يعني مو بهذا المستوى، ولكن لا يخفى دور مديرية الأمن السياحي، لها دور كبير، وهي جهة ساندة الأولى لعمل هيئة السياحة وتنفيذ قرارات الصادرة من هيئة السياحة. الآن إحنا في هيئة السياحة العدد اللي ذكرته اللي هو 1044 تم إنجاز ما يقارب ال 800 إجازة صدرت لعام 2024، وما تبقى إلا الشيء القليل وينجز كل الإجازات للمرافق السياحية وتنتهي جميع المخالفات. مديرية الأمن السياحي مشكورة، مديرية رائدة وساندة لهيئة السياحة مع باقي المديريات. أنا ما أريد هم أظلم باقي المديريات، جميع المديريات من استخبارات والرد السريع والقوى الماسكة للأرض والقوى الاتحادية وعمليات بغداد، جميع هذه المديريات هي ساندة لهيئة السياحة. أستاذ مؤيد، الكلام اللي حضرتك ده تتفضل بيثير السؤال، أنتوا عندكم تنسيق ويا وزارة الداخلية؟ يعني هسه هذه الأرقام تأيدها صحيحة لو لا؟ عندكم أرقام غيرها مثلا؟ يعني حضرتك أنت تقول هي صحيحة لكن مو بهذا المستوى، لأنه أنا صار عندي لبس في هذا المفهوم لو سمحت. فيما يخص المرافق السياحية تقصدين؟ أي 997 و 159 شركة، هذا ما صرحت به وزارة الداخلية. حضرتك تقول مو بهالمستوى، ولكن احنا نحيي جهودهم. احنا ما عندنا هذا العدد من المرافق السياحية، كل المرافق السياحية هي عددها 1044. اي بس هاي 997 و 159 شلون يعني؟ احنا اليوم بالنسبه ان كهيئه السياحه انجز اكثر من 800 اجازه مرفق سياحي وسلموها لاصحاب المرافق السياحيه، ما بقى الا شيء قليل وينتهي العمل. مو انا في نفس الوقت اقول لا يخفى دور مديريه الامن السياحي، دور كبير وفعال مع هيئه السياحه. اخو اكيد اخو اكيد استاذ مؤيد لو سمحت لي، اخو اكيد تقوم بدور كبير، لكن انا سالت حضرتك عن التنسيق، كانما اليوم ماكو تنسيق بين هيئه السياحه والامن السياحي. اكو تنسيق عالي، وبالنسبه لمديريه الامن السياحي تنفذ القرارات الصادره من هيئه السياحه، هيئه السياحه هي من تصدر الغلق، مديريه دائره التفتيش والمتابعه تصدر الغلق بحق المرافق السياحيه. تنفيذ الغلق يتم بمساندة مديرية الأمن السياحي، ولكن مو بهذا الحجم. يعني صحيح أكو مخالفين بس مو بهذا الحجم. نعم. اللي شكرا. هو 997. نعم. شكرا. وما يخفى دور أي. مديرية الأمن السياحي دور عالي وفعال. أي. شكرا جزيلا أستاذ مؤيد هيثم، مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة، حياك الله وشكرا جزيلا. أستاذ خالد، شنو هذا التضارب؟ شلون نفسره؟ أنا أحيي الأخ والصديق الأستاذ هيثم، يعني مدير دائرة التفتيش حقيقة أيضا يقوم بعمل جبار داخل هيئة السياحة. التضارب شنو يصير؟ يعني رؤية هيئة السياحة للمرافق السياحية هي المرافق المصنفة السياحية، لكن وزارة الداخلية يخفى عليها هذا الأمر، يعني هي تنظر لكل مطعم هو مرفق سياحي، هذا خطأ، قراءة خاطئة من وزارة الداخلية. هذا معناها ماكو تنسيق. لا، التنسيق على مستوى الأمني. لما الداخلية عندها رؤية عن شنو تعريف المرفق السياحي، وهيئة السياحة لها تعريف، معناها اكو فجوة. اسمحي لي، أنا وياك متفقين أمنياً بدنا نشتغل، الأمن السياحي ووزارة الداخلية تشتغل. لكن رؤيتك أنت للسياحة مو مثل رؤيتي أنا للسياحة، أنا مو مشكلتي أنت خطأتي بالكلام. استاذ هيثم كلش دقيق في وصف عدد المطاعم. هذه المصنفه سياحيا اللي ماخذه اجازه من هيئه السياحه، قد يكون هناك مرافق سياحيه غير مجاز اصلا. هذا ما يعتبر مرفق سياحي. مو انا المشكله مرفق، ما شفت الدقه، هو لا اكد ولا نفى، هو قال لي الارقام مو واقعيه. صحيح. أنا عندي رقم من وزارة الداخلية أسأل عنه، أنتم كنقابة شنو رأيكم باللي جاي؟ هذا كلام أستاذ هيثم كلش دقيق. إذا أنت تؤيد، هل تؤيد أرقام وزارة الداخلية؟ ليش؟ أستاذ هيثم يقول لك أنا أي مرفق سياحي أعطيته إجازة يعتبر مرفق سياحي. إذا تأييدك لهيئة السياحة هذا يعارض الأرقام اللي أعطتها وزارة الداخلية. وإن كان.
رؤية كان أستاذ حتى أفهم. العفو. وزارة الداخلية تنظر لكل مرفق اليوم موجود هو السياحي، لا قانونيا المرفق السياحي هو المجاز. أي بس حتى أفهم. المرافق السياحية غير مجازة، هيئة السياحة ما تنظر لها. أي ما تنظر لها مرفق سياحي وإن كان على مستوى مرفق. طول بالك ويا حتى أفهم. هيئة السياحة جهة رسمية، طبعا. وزارة الداخلية جهة رسمية، أنتوا جهة رقابية، فأنت هسه تأيد أرقام وزارة الداخلية لو تأيد أرقام هيئة السياحة؟ أأيد أرقام هيئة السياحة، لأن هيئة السياحة زين. أكثر تخصص بما يدور في كواليس المرافق السياحية والشركات السياحية. زين هذا شلون أستاذ مؤيد يقول أنه شرطة السياحة والأمن السياحي ينفذ تعليمات؟ هذا اللي ما خليت ينفذ. زين هاي شلون؟ هذا تعاون أمني. أي لكن ليس بالضرورة أنه التعاون الأمني يعطيك حق بالقراءة غير قراءتي. أنا قراءتي وفق قوانين، لكن أنت بالنسبة لك تعاونك الأمني شو تريد تحسبين حسبي، مو مشكلتي أنت ما تعرفين شو الإجازات المنحة، فبالتالي هذا مو ذنب هيئة السياحة، هذا ذنب القراءة الخاطئة. قراءة خاطئة من قبل وزارة الداخلية. بالضبط، قد يكون، أنا ما أعرف بالضبط بس قد يكون هكذا. إذن هذه دعوة ورسالة للمتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لمراجعة هذه الأرقام وقراءتها بشكل دقيق، وبكل تأكيد إحنا ننتظر من حضرتك أن تظهر في الحصاد من باب ضمانة حق الرد لتوضيح هذه الأرقام المعلنة. يعني مثلا أشوف هسه أنت ينظر إلى شركات النقل وشركات الحج والعمرة على أنها مؤسسات سياحية، وهذا خطأ. الشركات السياحية فقط اللي تمنح إجازة من قبل هيئة السياحة، أما شركات الحج والعمرة تمارس دور السياحة خاطئ تجاوزا. وأنا بالنسبة لي على يقين أنه كثير من تلك الشركات سميت بالسياحية واحتالت ونصبت، خصوصا ما جرت في الشركات بالمنصور وضحك على كثير من الناس وأخذ فلوسهم. هذا وين؟ هذا أنا بالنسبة لي أشوف أكو فالتوجه لازم يكون من هيئة الحج بالتعاون مع هيئة السياحة، وأيضا الدور الرقابي لنقابة السياحيين في إعطاء لكل ذي حق حقه وتحجين هذه الأمور وفق قوانين حديثة. شكرا جزيلا نائب رئيس هيئة نقابة السياحيين العراقيين الأستاذ خالد الربوعي، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا. ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التصعيد بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني، لنتابع. ننتقل بكم الآن إلى الموجز الخبري. السوداني يطلق عددا من المشاريع في النجف الأشرف ويوجه وزير الكهرباء بمتابعة متطلبات الزيارة الأربعينية. وزير الصحة يعلن الشروع بمشاريع تأهيل سريعة للمستشفيات في بغداد والمحافظات. وزيرة المالية ووفد البنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع النقل والتنمية الاجتماعية في العراق.
وزير النقل يفتتح خطا جديدا للنقل الجماعي في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن استخدام 6 متهمين في دائرة صحة ذي قار لإضرارهم بالمال العام. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.